طبعا الوالد يعني يعرف شعور المسؤولية، وقضية الإسكان يعني أو وزارة الإسكان كانت في مرحلة يعني هنالك كثير من القلق والطموح اللي كان مطلوب تنفيذه. فطبعا يزعج الوالد الله يرحمه الكتابات أحيانا أو الانزعاج لأنه هذا ابنه، ويعرف أن الوقت يجب أن يأخذ مكانه، ولكن كانت له يعني دائما كان يقول أعمل بإخلاص، وهذا ترى اللي تركز عليه، لا يشغلك يعني الآراء الكثيرة والتفكير الكثيرة، خاصة أنت تحت قيادة يعني متميزة وقيادة إدارية محنكة، فهذا دافع لك أنك تنجح. لكن لا تنزعج، وإن كنت أعرف أنه هو نفسه منزعج يعني، لأن الأب يختلف يعني في رؤيته لابنه. فكانت دائما نصائحه عدم الاستعجال، اعمل ما تستطيع أن تعمل عليه، وخل هدفك يعني أن تقدم لوطنك شيء يعكس يعني طموح القيادة وطموح الوطن، وخل أمام الله أمامك في كل شيء تعمله. لكن كان حريص الوالد على خلق الطاقة الإيجابية والمبادئ الأساسية اللي هو يبغى دائما تكون في الشخص الإداري عليها. وأعتقد هذه كانت يعني شيء مهم جدا في حياتنا يعني في العملية اللي تعلمناها منه، الله يغفر له ويرحمه.